أهلاً بكم جميعاً في قرية التسوق شابفيل، والآن سأريكم قفزة الشابكنز. مستعدة؟ نعم، ستعدو تشيكي تشوكلت بجنون. واو، إنها قفزة رياضية. كوكي، هل ستجربين؟ لا شكراً. إذن حان دوري. أوه، أبل بلاسم، حان وقت المرح. هل ستجربين يا كوكي؟ لا تنسي العدوى بسرعة قبل القفز. نراكم على خير. أصدق أنك كنت خائفة. دورك يا ستروبيري كيس، أريدك أن تمثل الخوف كأن وحوشا أمامك من الجب. أنا لا أعرف التمثيل يا ليبي ليبس. أي شخص يستطيع التمثيل؟ حسنا. مستحيل، هذا جب سيء. عيدي. كثير من الوحوش، إنها مخيفة. ثانية، رؤية وحش الجبن تفقدني عقلي. الجنون فنون، فنون. أخبرتك لا أجيد التمثيل. مشهد رائع، أنت مذهلة. أنا لا أظن هذا تمثيلا. ستروبيري كيس، نراكم على خير. أبل بلاسم، استعدي لتلقي المقالب. مرحبا ستروبيري. أهلا. ما هذا الصوت؟ ها؟ لا فكرة لدي. ليست الأرض السبب. تشيكي، أبل بلاسم، ها؟ أين ذهبت؟ نراكم على خير. تشيكي، ماذا تفعلين بعيدان المثلجات؟ ربما كي نمر من تحتها. لا، فالأمر أكثر مرحاً، سأحطمها بضربة كاراتيه. رائع، هذا ممتع أكثر. أليس من الأفضل أن تبدأي بواحد ثم تزيدي عددها؟ أنا خبيرة كاراتيه. حقاً؟ حسناً، راقبي وتعلمي.
هل أصيبت يدك؟ لا، بدت عليك علامات الألم. تألمت مرة ثانية. مخطئة، أنا خبيرة كاراتيه. أنا بخير. يا إلهي. وهذه كانت مؤلمة أيضا. أو 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 يدي. حسنا، أنا أعترف، لست خبيرة كاراتيه يا صديقتي. بل أنا مدربة محترفة لفنون الكاراتيه. يا سلام، لقد نجحت. رائع. هيا. أو أتعلمون، لن أقوم بذلك ثانية. نراكم على خير. كدنا نصل إلى القمة يا تشيكي. جيد، قطعنا مسافة طويلة جداً. تستطيعان النجاح، لكن لا تتصرفا تصرفاً طائشاً. ماذا قالت ستروبري؟ تصرفا تصرفاً طائشاً. حسناً. ما الذي تفعلانه؟ قلت لكما لا تتصرفا تصرفاً طائشاً. آسفة. لا أستطيع المتابعة. لن نستطيع إكمال التسلق، نحن عالقتان في قمة الجبل الآن. البرد قارس وأنا متعبة جداً. أسمع أصواتاً غريبة من شدة التعب. لا، فأنا أسمع صوتاً أيضاً. ما هذا؟ من يحلق في الفضاء؟ أهي كوكي؟ لما تزحفان على طول الثلاجة؟ نحن الثلاث كنا نتسلق إلى قمة الجبل. الثلاث؟ أين اختفت ستروبري؟ إنه برد قار. نراكم على خير. سنقطع عرض حلقة شوبكنز لبث هذا الخبر العاجل. تعم الفوضى أرجاء متجر شوبفيل بسبب حادث محزن. إلى تشيكي تشوكلت والتفاصيل. أنت محقة يا أبل بلاسوم، أوقع أحد المتهورين سلة مشتريات كما ترين أمامك هنا، ولا نعلم مسبب الفوضى حتى اللحظة، لكننا سنبقي أعيننا مفتوحة للإمساك باللص. والآن لدينا كوكي من داخل الثلاجة لتخبرنا النشرة الجوية. ثلوجي. شكراً لك يا كوكي على تقرير الجو الموجز. ننتقل إلى ستروبري كيس الآن، فلديها خبر مدهش. ماذا؟ أنا؟ خبراً مدهشاً؟ نعم. لا، لكن لم أجهز نفسي بعد. المشاهدون في انتظارك. هذا مذهل. تستطيع ستروبري كيس ظرف مربى الفريز بدل الدموع. مذهل حقاً. دعونا نتابع الإعلان الرسمي. جديد الجبن، متوافر بالوردي، أقصد المتجر الوردي. نراكم على خير. أصدقاء سبيستون الأعزاء، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك لمشاهدة كل جديد، وشاهدوا أيضاً المقاطع التالية.